صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد بأن مجلس الوزراء قام بتدشين منصة حوار للمشاركة المجتمعية كأكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات وكذلك استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا وذلك تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022. واصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها حيث تفقد الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT وبدأت الجولة بتفقد وزير النقل عددا من قطاعات المرحلة والتي تمتد بطول 20.4 كيلومتر من بعد محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة وحتى محطة العاصمة المركزية التبادلية مع الخط الأول من شبكة القطار السريع العين السخنة مطروح بعدد 4 محطات والتي يتم تنفيذها بواسطة مقاولين مصريين تحت قيادة التحالف الصيني. وجه وزير المالية دكتور محمد معيط عدة رسائل محفزة لمجتمع الأعمال وجاذبة للاستثمار خلال مشاركته في المؤتمر الضريبي السنوي لشركة برايس هاوس بعنوان الرقمنة والتحديثات في المجال الضريبي في ضوء رؤية مصر 2030. وقال معيط إن الأنظمة الضريبية الرقمية تساعد في تحصيل حق الدولة وعندما تكتمل الميكنة في الضرائب لا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية التي طالما كانت محل شكوى على نحو يعكس حرص الدولة على بذل أقصى جهد لتحفيز الإنتاج والتيسير على الممولين وتحقيق العدالة الضريبية. وأكد الوزير أن الوزارة ملتزمة بعدم تحريك أسعار الضريبة على المستثمرين رغم قسوة الأزمات الاقتصادية العالمية. أبدت وزارة الخارجية الألمانية قلقها البالغ إزاء العدد الكبير من المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا خلال العملية العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة نابلس بالضفة الغربية. وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيا خلال مداهمة في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يجدد المخاوف من تصعيد أوسع. خسر منتخب مصر للشباب أمام نظيره نيجيريا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما على استاد القاهرة الدولية. وبعد هذه الخسارة تجمد رصيد منتخب مصر عند نقطة واحدة احتل بها الفراعنة المركز الثالث في المجموعة الأولى للبطولة، فيما أصبح رصيد منتخب نيجيريا 6 نقاط احتل بهم النصور المركز الثاني في المجموعة متأخرين بفارق 3 نقاط خلف منتخب السنغال متصدر الترتيب ب6 نقاط.